دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولتنا الإخبارية السودان اليوم حول أنباء استقالة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. أسباب استقالة حمدوك وما يترتب عليها سياسيا وأمنيا. إذا نحن عاوزين نتكهن أو نقرأ قراءات حول موضوع مسألة استقالة الدكتور عبد الله حمدوك من رئاسة الوزراء، ده بيفتح أبواب كثيرة لسيناريوهات ممكن تتجري حول الأزمة السياسية الحاصلة في البلد والاحتقان الحاصل ما بين الشارع والسلطة السياسية. وعموما لحد هسه ما في وزارة تكونت، يعني ما في مجلس وزراء تكون. ما يترتب عن استقالة حمدوك في التزامات الدعم الدولي الاقتصادي للسودان؟ كيف أدى الدعم الجماهير؟ الناس كانوا بيقولوا شكرا حمدوك وحمدوك المؤسس، يا خلاص الكلام ده كله انتهى وأصبح معزول، معه مجموعة شلة من الانتهازيين حوالينه والعسكر، وهو ما قادر يدعى وديب مع العسكر، وعارف أنه العسكر ديل ما بودولة قدام، وعارف أنه المدى الجماهيري واضح جدا أنه ولا هو حمدوك ولا كدول يقولوا شكرا حمدوك ولا كدول يدافع عنه. مبادرة أهلية لمساعدة الجرحى والمشردين وتوفير المعينات الطبية. بإمكانياتنا البسيط قمنا عملنا ثلاثة مجموعات، مجموعة فيها أطباء وممرضين وممرضات، ومجموعة فيها بحاث اجتماعيين، والمجموعة الثالثة كانت عمال بتاعين إغاثة. هذا إضافة إلى موجز بأهم الأخبار مع الزميل إبراهيم جاد الكريم. عدم توافق القوى السياسية وتخلي القوى الداعمة عنه وعراقيل العسكر وراء بدء حمدوك التفكير في الاستقالة من رئاسة مجلس الوزراء. البرهان يقول المرحلة الحرية في السودان تتطلب المراجعة لتقييم الأداء، والجيش سيبقى صمام الأمان لأمن ووحدة السودان. الحرية والتغيير تطالب بالتواصل مع كل قوى الثورة لبناء جبهة شعبية ورؤية سياسية مشتركة وقيادة تنسيقية موحدة لهزيمة الإنقلاب. مسلحون ينهبون عدد من العربات محملة بالبضائع والركاب على طريق الجنينة كرينيك بولاية غرب دارفور. 23 حالة وفاة و130 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية الموجة الرابعة بولاية سنار. المجموعات النسوية السياسية والمدنية منسم تدين الانتهاكات والعنف الجنسي الذي طال بعض الثائرات أثناء موكب 19 ديسمبر وتطالب بتحقيق فوري نزيه وشفاف. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن 268 حالة إصابة بولايتي الخرطوم وكسلة خلال مليونية الأحد 19 ديسمبر. شعبة المخابز تقول أزمة الخبز بسبب انعدام الدقيق المدعوم ونقص إمداد الغاز والحل الجذري في تحرير سعر الدقيق. الطيران المدني يرفع الحظر عن الركاب القادمين من 7 دول للسودان ويضع قائمة للاشتراطات الصحية. طقس قائم ببور السودان وتوقعات بتعرض نيالة ورشاد والجنينة للأتربة، فيما تبقى درجات الحرارة الصغرى على حالها خلال 24 ساعة المقبلة. انتهى الموجز، عودة للزميل أمين رمضان. شكرا لك الزميل إبراهيم جاد الكريم. تواردت أنباء عن استقالة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك الذي لم يتم التأكد منه حتى الآن، مع مصادر أخرى تقول إنه تراجع عنه. وفي هذه السانحة يسعدنا أن نستضيف الدكتورة عزة مصطفى للتعليق حال تقديم رئيس الوزراء استقالته، الأسباب وما يترتب عن ذلك سياسيا وأمنيا. طيب شكرا لرادي دبنجا، يعني عودنا دائما انه يكون يعني متواصل وبيعكس الاحداث باستمرار. يعني حقيقه السؤال مهم لانه هسي في كميه من التساؤلات في انه يعني حول مصداقيه الخبر من عدم مصداقيته، لكن الشارع بيتوقع انه بحسب ما جاء انه خلال 24 ساعه هو حيعلن الاستقاله بتاعته. لكن إذا نحن عاوزين نتكهن أو نقرأ قراءات حول موضوع مسألة استقالة الدكتور عبد الله حمدوك من رئاسة الوزراء، ده بيفتح أبواب كثيرة لسيناريوهات ممكن تتجري حول الأزمة السياسية الحاصلة في البلد والاحتقان الحاصل ما بين الشارع والسلطة السياسية. وعموما لحد هسه ما في وزارة تكونت، يعني ما في مجلس وزراء تكون، وفي ضغط من الشارع. فبيبقى التساؤل الأول هو
مسألة الاستقالة في الوقت الحالي قال زندار داخل ولا قال زندار خارج، دي نمرة واحد. الحاجة الثانية إذا كان هو أصلا دكتور حمدوك في فكرة إنه يستقيل يعني، أو كان عنده فكرة في إنه الاستقالة دي واردة، كان من الأنسب إنها تتقدم بعد 25 أكتوبر أو بعد الرفض التام للاتفاق التم في 21 نوفمبر يعني. فده كلها بتفتح تساؤلات للآن يعني، ما هو الوضع ده محتقن من قبل 21 اكتوبر وما بعد 21 اكتوبر. طيب اذا نحن عاوزين نتكهن، لانه حد هسه ما في خبر اكيد، هي مجرد يعني انا شفت انه رويترز هي اللي اعلنت الحاجه دي، والجزيره نقلتها عن رويترز، وطبعا رويترز الى حد كبير بتتمتع بمصداقيه كبيره في نقلها للاخبار. لكن هو لحد هسه بيبقى ما لم هو يثبت او ينفي، بتبقى دي تكهنات وقراءات لما يحدث. إذا حصل إنه أنا في تقديري إن هي إذا حصل إنه استقال، بيبدأ ده بيعكس إنه الأزمة السياسية في السودان وصلت الذروة بتاعتها، وللأسف ما فيش حلول، والقوى السياسية عموما يعني عجزت في إنها تحل الوضع الحاصل وتحاول تعيد الود أو تفك شوية من الاحتقان الحاصل ما بين الشارع وما بين السلطة السياسية. وده برضو بيخلينا نقرأ قراءات في إنه يعني السلطة السياسية عجزت أو نضبت منابعها من إنها هي تلقى حلول تحل بها الأزمة. يعني الأزمة أصبحت أكبر من مقدراتها يعني، أو الخلاف بيناتهم أكبر من إنه يقعدوا في طاولة واحدة عشان يحلوا الأزمة دي. والشارع سابق كل القوى السياسية دي في مطالبه وأهدافه واضحة. ده جانب. الجانب الثاني بيورينا في انه يا اخي انه دكتور عبد الحمدوك اذا فعلا اعلن استقالته، فده معناته انه هو وصل لطريق مسدود في انه يلقى حل كرئيس وزراء بين قوسين يعني، اتفقوا عليه في فتره من الفترات. وهسي طب زي ما بنشوف يعني، اذا كان الفيسبوك بيمثل ترند بيوري انه هو فقد كثير من الداعمين له، بالذات بعد الحصل في من توقيع الاعلام السياسي. على كل حال إذا هي حصلت الاستقالة، في ناس كثيرين بيقولوا إنهم هم كانوا متوقعين الحاصل ده، وحسب أنا هسي متابعة في فيسبوك على اعتبار إنه هو دي الصفحة يعني، هو دي الجهة الوحيدة اللي ممكن تقرأ فيها تحكي سليك آراء الشارع، فبيبقى إنه الناس ما بين إنه يا أخي والله إذا مشى ما حيفرق كثير، لأنه لحد الآن هو ما قدر يعني مع القوة السياسية يصلوا لتشكيل وزارة كاملة. برضو الناس بتتكهن بأنه يا أخي في شكله في احتقان كبير ما بين العلاقة ما بين السيد دكتور عبد الحمدوك وما بين الفريق البرهان في إدارة الدولة، والناس واقفة في المربع البدت فيه. كثير من الشباب برضو أنا متابعة على صفحاته في فيسبوك بيقول يا أخي أنه حتى لو دكتور عبد الحمدوك مشى الموضوع ما حيتأزم أكثر مما هو متأزم يعني. لكن عموما هو بس بيزيد من مسألة الفراغ الدستوري الواقع فيه البلد، والاصلا هي لحد هسه البلد مسيره يعني زي ما بنقول بالدارجه كده ماشيه بالبركه. فبيبقى ده مزيد من التعقيدات السياسيه، وده بيكون مزيد من الخلاف السياسي اصلا قائم، وده برضو بيكون مزيد من التعقيدات في العلاقه ما بين المكونين يعني اللي هم اذا كان مجلس السياده او يعني العلاقة ما بين الفريق البرهان وما بين السيد عبد الحمدوك. فبيبقى البلد احنا ما دارين نكون ظلاميين ونقول حتكون في كف عفريت، لكن الى حد كبير ممكن يكون وجود دكتور عبد الحمدوك في مجلس الوزراء قاعد يعمل موازنة، وممكن يكون في مخرج للحوار اللي هو نادبه او هو الخطة الوطنية اللي هو قالها قبل فترة. فبيبقى اذا كان هو حيستقيل بيبقى هو ده بالنسبة لنا نحن كشعب يعني، وبنتكهم بأنه هو كل يعني جعبته فضت من كل السهام الممكن تصب في مسألة الحل، والمسألة أصبحت يعني وصلت طريق مسدود، والله يستر من الجاي يعني. عموما في أنه بلد هسي فيها مشاكل يعني، أنتم متابعين الحاصل في دارفور، هنا جوا في الخرطوم مظاهرات باستمرار، وضع اقتصادي محتقن، وزارة ما اكتملت هياكلها لحد هسه، مجالس ما تكونت، مفوضيات ما قامت. فبيبقى المسألة مقفولة تماما. استقالة الدكتور عبد الحمدوك بتبقى القشة اللي بتقسم ظهر البعير، ويبقوا الناس بعد ده بيواجهوا ويبدوا مرحلة كل السيناريوهات الخطرة، وانفلات أمن، عدم سيطرة على هياكل الدولة،
ممكن تتفتح سيناريوهات كثيرة. يعني أنا نسيت أقول إنه برضو ممكن يعني برضو واحدة من التكهنات في استغلال الدكتور عبد الحمدوك في إنه هو قاصد بال داخل وقاصد بال خارج. قاصد بال داخل واللي هو يعني القوة السياسية اللي هي متمترسة في مواقفها بعد الاتفاق اللي حصل في 21 نوفمبر، وممكن يكون قاصد بال خارج لأنه لحد هسه التفاعلات اللي كانت قبل 21 نوفمبر كانت كبيرة من الخارج، والتدخلات كانت واضحة يعني ومساندة للجانب المدني. فهسه يبدو إنه في زي يعني جمود كده على التفاعل الدولي، فيمكن برضو يكون دكتور عبد الحمدوك عامله برضو لعبه من التكتيك السياسي في انه يعني داير الفت نظر الداخل والخارج، انه يا اخواننا انا ممكن امشي على اعتبار انه هو كان الضامن لوجود المساعدات الخارجيه، لكن اذا كان هو مشى يعني استقال انه العسكر يزيدوا من القبضه، هي دي ما بتبقى في صالحهم، لأنه دي بترجعنا ثاني المربع زمن البشير وما بعد البشير، في إنه حنرجع ثاني للضغوطات الدولية، حنرجع للحصار الاقتصادي، وكل المساحة أو المتنفس اللي جناه في الفترة الانتقالية دي على علاتها، بعد ده بيبقى فيه تضييق، وحنرجع للمربع الأول في إننا يعني تزيد المسألة بتاعت الخناق على السودان مرة ثانية. فأنا ما بفتكر إنهم العسكر بعد شافوه من 21 أكتوبر لحد نوفمبر بيكون فاتت عليهم فكرة إنهم هم يزيدوا القبضة الأمنية. شكرا لك دكتورة عزة مصطفى، والآن ننتقل للأستاذ حافظ إسماعيل إبراهيم الخبير الاقتصادي للتعليق حول ما يترتب عن استقالة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في الجانب الاقتصادي والتزامات المجتمع الدولي بدعم السودان اقتصاديا. هي القصة ما حمدوك وأصله الدعم الدولي للشعب السوداني وللتحول الديمقراطي وللانتفاضة الأسهلة العالم، كانت بسلمياتها وقدرت تطيح بنظام ساطع على صدور من مدة 30 سنة. ده الدعم. القصة ما حمدوك يعني وش لو مش حمدوك، وعسى نفس الفكرة العساكر بيفتكروا أنهم لو توصلوا الاتفاق مع حمدوك خلاص الأمور حترجع عليه مسارة، توصلوا الاتفاق مع حمدوك لو المساعدات رجعت للدعم الجماهيري رجع، ولا وده بالنهاية حمدوك خش في الخانة بتاعت العساكر، بيجا هو زيه وزي العساكر الناس بيتعاملوا معه بالمنطلق ده. عشان كده مسألة يمشي حمدوك ما أصلا دي ما عنده أي علاقة بأي مساعدات حديث، ولا بالعكس إذا كان جزول عنده القدرة في أنه يفرض الأجندة بتاعت التحول المدني الديمقراطي، وده اللي حيلقى دعم والمجتمع الدولي حيجيب معه وحيأسس لنظام ديمقراطي ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة. لكن إذا مشت المسألة بنفس السيطرة بتاعت العساكر دي، حمدوك لو قاعد ولا ما حمدوك ما حيكون عندنا انتخابات بكرة، حينقلبوا عليه وتاني العساكر، ولأنه بنفس الشيء إذا بيقبل يشرع لهم انقلابهم زي ما عمل هم بكرة حيقلبوا عليه، بالتالي هو أصبح جزء من العساكر وأصبح جزء وأصبح ذاته خصم على التغيير الديمقراطي. يعني كده مشيه بيكون أفيد كثير للتحول الديمقراطي وللدعم الممكن يجي للسودان. بيتكلم عن حمدوك لأنه بيعبر عن الديمقراطية وبيعبر عن التحول الديمقراطي ودي الفكرة، لكن مجرد ما هو بقى يشرع في الانقلابات وبقى داير يعني يشرع في الانقلابات ويدي شرعية للناس ضد التحول الديمقراطي، المسألة كلها ضد التحول الديمقراطي وحتى سواء كان العساكر أو المدنيين أو حركات ما دارين تحاول ديمقراطية، ده كل شعارات فارغة صحيح، والكلام بتاع أنه حننتهي الانتخاب دارين انتخابات بشكله بطريقة بتاعته. أنا أفتكر أنه إذا هو دار يغير سلوكه ويرجع إلى المسار الصحيح ويكون عنده شخصية يواجه العساكر ويصد لهم ويأسس لنظام ديمقراطي ويصير على مبادئ العمل الديمقراطي المؤسس الصحيح، لكن إذا استمر بنفس النهج يخضح للعساكر من أجهد أحسن يمشي. نعم طيب، وكيف يعني زي ما انت ذكرت انه محتاجين شخصيه انه يقدر يحقق التطلعات بتاعه الشارع والمجتمع الدولي بتصف الاتجاه الديمقراطيه. المشكله الكبيره اللي احنا مواجهينها حسن هو كان عنده حاضنه الحريه والتغيير، بعدها اختطفت الحريه والتغيير ده واصبحت ناس اختطفوها لمصالح، وأعتقد أنهم محتاجين أن نبني تحالف عريض للناس اللي بيؤمنوا بالتحول الديمقراطي، للناس اللي قادوا الثورة ونجحوا، اللي جزء كبير منهم جدا كان مهمش، يعني لازم يتخلي التحالف زي ده. يعني التحالف زي ده ما تخلق بتبقى عندنا مشكلة. ده ممكن يختار شخص
يعبر عن مواقفهم عن آرائهم، يكونوا هم الحاضنة له ويمشي لقدام. يعني حتى الناس اللي حاولوا يبقوا حاضنة، ناس اعتصام الموز، في النهاية لقوا نفسهم ما عندهم قوة، لأنه في النهاية المد الشارع قوي، أقوى منهم وأقوى من العسكر وأقوى، وبالتالي دايرين وحاطنا فشلوا. الحمد لله لقاهم أنهم هم ما مفيدين، العسكر لقوهم هم ما مفيدين، فبالتالي ما في ذا حيجي معهم. فبالتالي إحنا دايرين نخلق تحالف عريض من الناس اللي صنعوا التغيير، المؤمنين بالتغيير، هم اللي بيختاروا رئيس حكومة، ويختار لما تكون حكومة تقرير مستقلة تكون حقيقية، يكون دعمنا الناس عشان تفضي تصحح المسار الماشي فيه العمل الديمقراطي، وتنتهي من المهام الانتقالية عشان نفضي الانتخابات مرور نزيل. المشكلة انه العسكر ما هيوافق بالحتة دي. والله العسكر هيوافق، المد بتاع الجماهير ده اقوى من اي عسكري، واضح، بس هيد واضحة أن المؤسسة العسكرية هي في فرق بين المؤسسة العسكرية وبين اللجنة الأمنية برهان والسلطات. ديل العسكر إذا استمرت المد الجماهيري الجيش تحت الحاز للشعب، وبرهان ومعه هيمشوا، لأنه أصلا برهان ومعه ديل المؤسسة العسكرية، ديل أفراد زي عمر البشير اللي هو كان هو بيمثل كل حاجة، في النهاية مشى، وزي ما مشى عمر البشير برهان هيمشي والغير برهان هيمشي. فأنا لما نتكلم عن مؤسسة عسكرية، الجيش مؤسسة عسكرية سودانية عندها مهام، وفرض الطالب مهام المنظمات الدستور في نظام ديمقراطي معروف وشن، لكن جيشته وجيش انقلابات ده لازم السوداني يتخلص من العقلية دي، لازم يتخلص من عقلية العساكر الانقلابية، سواء كان ايديولوجيين ولا ما مؤيدين. دي مسألة لا، كما السوداني يتخلص منها ما بيمشي خطوة لقدام، وده واحد من السبب التراجع المستمر للسودان ودول كثيرة جدا كانت متخلفة عنها، تخلت عن الانقلابات وعن العسكر وعن كده ومشت لقدام افريقيا. طيب الدافع لحمدوك انه يقدم استقالته شنو في الوقت الحالي؟ يعني اذا كان اول حاجه فقد الدعم الجماهيري، الناس كانوا بيقولوا شكرا حمدوك وحمدوك المؤسس، يا خلاص الكلام ده كله انتهى، واصبح معزول، معه مجموعه شله من الانتهازيين حوالينه والعسكر، وهو ما قادر يدعم ويجيب مع العسكر، وعارف انه العسكر ده ما بيدوا له قدام، وعارف انه المد الجماهيري واضح جدا انه ولا هو حمدوك ولا فضل يقول شكرا حمدوك ولا فضل بيدافع عنه. الناس اللي كانوا بيدافعوا عنه قبل 21 نوفمبر خلاص تخلوا عنه، لانه تخلى عنهم واصبح مع العسكر، والعسكر كانوا مفتكرين انه حمدوك هو صانع التغيير، هو اللي حيجيب الناس، وفي النهايه لقوا انه حمدوك هو ما عنده حاجه. وفي النهايه الدعم الدولي والدعم الاقليمي بالدعم للشعب السوداني للثوره السودانيه وللشباب اللي صنعوا التغيير، وليس لحمدوك كان ممكن الثورة دي تحصل وحمدوك يكون قاعد وزير مالية في النظام الفاتح. بالمناسبة ارتكب خطأ كبير، هو كان ممكن يكون أيقونة، ممكن يكون مانديلا، لكن هو مشى في الاتجاه الما سليم. يعني بيبقى التساؤل لأنه هو ليه اتجه في الاتجاه ده؟ والله دي شخصيته كده، ده تركيبته كده، دي تركيبته كده، دول اتخطى في محل هو ما قدره، دول ده خطوه في حتة وما قدره وصنعوا له هالة ما بيستحق، وبالتالي في أول محق ما قدر يستمر. تراجع. شكرا لك الأستاذ حافظ إسماعيل إبراهيم على المشاركة في راديو دبنجة. مستمعينا الأعزاء، الآن ننتقل إلى موضوع آخر من جولتنا الإخبارية. السودان اليوم مع مبادرة شبابية أهلية تهدف لمساعدة الجرحى والمشردين وتوفير المعينات الطبية، ومعنا السيد زهير عثمان الصحفي والناشط في المجال الإنساني، أجرى معه زميلي إبراهيم جاد الكريم لقاء حول المبادرة. هي مبادرة مجموعة بتاع الشباب، مجموعة بتاع الشباب مش من الخرطوم العاصمة بل من كل الأقاليم. هم بدوا بكم؟ بعملية بتاعة 40 واحد بيتوا ولد، كويس؟ 40 ديل طلاب بتاع جامعات، فيهم ناس شغالين في شركات، فيهم ناس خريجين ما شغالين. قمنا عملنا شنو؟ بإمكانياتنا البسيط قمنا عملنا 3 مجموعات، مجموعة فيها أطباء وممرضين وممرضات، ومجموعة فيها بحاث اجتماعيين، والمجموعة الثالثة كانت عمال بتاعين إغاثة. تاني قمنا 3 مجموعات دي قسمناها، كل مجموعة دخلنا فيها طبيب وطبيبة وممرضين وعمال بتاعين إغاثة. قمنا قسمناهم لثلاثة مناطق، أول منطقة مشينا لها كانت جبل مون، المنطقة الثانية كانت في كردفان، المنطقة بتاعت المشاكل الأخيرة في كردفان. هنا في الخرطوم نحن كنا شغالين على جرح المظاهرات اللي ما بعد العملية بتاعت الانقلاب. المهم نحن بإمكانياتنا البسيطة وبإمكانيات رجال أعمال وبإمكانيات بعض الشركات في السودان هنا
قدرنا نشتري شاش وقدرنا نشتري أدوية وقدرنا نشتري زي ما بقولوا بطاطين للمتشردين، يعني شغل بسيط كده. فلما حصلت الأحداث في دارفور الموضوع اختلف، بقينا محتاجين إنه نشتري أدوية، نشتري شاش زيادة، نشتري خيام، وبل أن إحنا شلنا خيام من السعوديين، شلنا لنا قريب 120 خيمة، شلنا خيام تاني من القطريين كانت عندهم في مستودعات السفارة 80 خيمة، دي 200 خيمة قسمناها، 100 خيمة مشت دارفور و100 خيمة مشت كردفان، لأنه في ناس بيوتهم اتحرقت وفي ناس قاعدين في الشارع، بل المستشفى الميداني كان في جبل مون ولا كان في كردفان كانوا محتاجين لخيام. المهم احتياجاتنا كانت بسيطة في البداية، كانت عبارة عن نقالات وكراسي متنقلة وزي ما قلت لك بطو وشاش ومطهرات وبعض الأدوية المعالجة السريعة للجروح. لكن في النهاية اكتشفنا انه في ناس بيحتاجوا ان يتنقلوا من المناطق بتاعتهم لانه حالاتهم حرجة، يجوا الخرطوم، في ناس بيحتاجوا لأكسجين، في ناس بيحتاجوا انه يكونوا في انتنسيف كير. فدي كانت مشكلة نقلهم من مواقعهم دي للعاصمة او نقلهم لأقرب مستشفيات فيها الخدمات دي، برضو دي كانت محتاجة لقروش، دي تغلبنا فيها جدا وتعبنا فيها جدا، لانه احنا الان حتى العربية المعانا عربية بتاعت منظمة وما مملوكة للمبادرة بتاعت بلسم، يعني مدينة للاقى كفيفر او كمساعدة. المهم في نهاية الامر قمت انا عملت البوست بتاع بنيز اونلاين، وقمنا عملنا البوستات بتاعتنا في السوشيال ميديا، كل اللي جاتنا عبارة عن ادوية، جاتنا عبارة عن شاش، جاتنا عبارة عن مطهرات. في شركة واحدة بتاعت ادوية اسمها نفس اسم المبادرة اسمها بلسم، ادتنا مجموعة بتاعت مضادات حيوية، وادتنا مجموعة بتاعت ليزاك، وادتنا زي ما بقول شنو 20 نقالة، ودي كانت كويسة جدا النقالات دي لانه نقالات يدوية، لانه في جرحى كانوا يشيلون بالماسل والبروش، حاجة مؤلمة جدا، وفي ناس مكسرين، لما تشيل لك زول مكسر بيبيرش معناته الكسر بقى مضاعف وأذيته. المهم الآن التجربة ماشية في خط رائع جدا جدا، نعم. احنا بكرة بنستلم كم كبير من الشاش والقطن الطبي ومعاها أدوية، دي جايانا من الأمارات، جايانا من مجموعة بتاع السودانيين عايشين في مدينة العين، وبعدها إن شاء الله يوم السبت في تجمع الفياض السودانيين حيطلع برضو مجموعة بتاع أدوية. مشكلتنا الآن محتاجين الآن لكادر طبي، يعني احنا كل الأطباء الشغالين في دارفور ثلاثة، اثنين من أولاد المنطقة، واحد من أولاد مدني. الكادر الطبي الموجود هناك برضو محتاج لناس فنيين بتاع التخدير، فنيين بتاع الإكس راي، لأنه جهاز الإكس راي عندنا مؤجر، نحن مأجرينه من مستوصف اسمه مستوصف السلام في الفاشر. المهم يعني مشاكلنا كثيرة، لكن بنحاول بقدر الإمكان بإمكانياتنا الموجودة نحلها. المهم الفريق العامل الآن شغال، لكن شغال تحت ضغط وظروف صعبة جدا لأنه إمكانيات بسيطة. بالإضافة لكده كمان حتى بالمناسبة الأكل للناس اللي بيصرفوا من جيوبه، لأنه ما في فندق نحن نصرف على الأكل والشراب. طبعا المرضى بيحتاجوا لأكل، بنضطر أن إحنا نمشي للمطاعم نتفق مع مطعمين ثلاثة يجيبوا لنا أكل. يعني في ظروف قاهرة جدا. العمل في الخرطوم متيسر لأسباب كثيرة، لأنه ببعض الجرحى بتاعين أنا بمشي بيوتهم، بنحاول بقدر إمكان ما يمشي المستشفيات الحكومية عشان ما يتعرضوا للاعتقال، بنحاول نعمل جراحاتنا البسيطة، عملنا سياتر في بيت من بيوت الجريفشن، والحمد لله سياتر ناجح جدا وحقق لنا كميات كبيرة من العمليات. المهم الأمور في الخرطوم تكاد تكون مستقرة، لكن الأمور في دارفور وفي كردفان غاية في الصعوبة، لتكلفة النقل، لقلة الموارد بتاعتنا، لقلة الناس الشغالين. طيب طيب يا زهير، يعني ملاحظ إنه هسه الشغل حقكم ده يعني شغل ممكن يشتغلوا الصليب الأحمر، الهلال الأحمر السوداني، معارف، يعني جهاز صلة مباشرة بالشغل حقكم ده، فهل أنتوا طلبتوا أي تنسيق وتعاون مع الجهاد دي؟ والله شوف ناس الصليب الأحمر قالوا يا أخي والله يعني إحنا في آخر السنة موارد ما عندنا نديكم منها. أسمعني بعدين دار أقول لك حاجة يا أخي، أي زول تقول له المنطقة دي منطقة بتاعت نزاع مسلح بيقول لك أنا ما بودي موظف إن يشتغلوا فيها. يا أخي السودانيين ما زي زمان بيقوا، حتى المنظمات بدأت تحذر المناطق بتاعت النزاع المسلح. طيب يعني عندكم أي فكرة في أنكم تعملوا حملة بتاعت فند ريزنج، بحيث أنه يعني ده شغل كبير أنتم شغالينه ده، والاستمرار فيه يعني أنه يعني يتوجد تمويل بشكل معقول؟ يعني والله يا أخي شوف أنا دار أمشي أقابل الطاهر حجر في كعضو مجلس قيادة وكجهة سيادية، نشوف رأيهم شنو، لو بيساعدونا بساعدونا، لو ما بساعدونا أهو نعمل زي ما بقولوا الريع الشعبي ده، كل زول يساهم بما يستطيع، ما في حل. يعني فكرتوا في كراود فاندينج؟ يعني إذا أي زول بيدفع 10 جنيه ساي
ودفعوا كمية من الناس؟ لك حاجة، حتى أصغر وحدة مالية بيتعاملوا بها الناس هنا 50 جنيه، إحنا ما دارين 50 جنيه، لو ادونا 20 جنيه البنية الغبشة دي بتستر حالنا. يعني هسا خططكم شنو للفترة القصيرة الجاية دي؟ والله دار أقول لك حاجة، أول حاجة عندنا نقل الجرحى من المناطق التوترات والأحداث دي للخرطوم، وفي ناس جرحى بيحتاجوا ينقلوا خارج السودان. نحن الآن المرحلة الأولى ننقلهم من مناطق التوترات دي للخرطوم، لأنه في أكسجين، في غرف بتاعت عناية مركزة، في كده في خدمات طبية أحسن. نحن قصة نقلهم دي ذات الآن بنواجه فيها مشكلة، لكن بنحاول بقدر الإمكان مع رجال أعمال وطنيين، مع أهو القروش المتوفرة بيجينا من هنا ومن هناك، نجيبهم للخرطوم. بعد ذلك بنفكر هل يدخلوا مستشفيات أم نعمل لهم بيوت شبيهة ب زي ما يقولوا ريست هاوس، تكون فيها فاسيليتيز طبية وكذا. يا أخي والله لو أنت عارف المجهود اللي بيبذلوه الشباب دي حاجة، والمناسبة تغلب جهد العادي للبشر. طيب أستاذ زهير، ربنا يوفقهم، دعواتنا إن شاء الله معنا وقلوبكم معنا إن شاء الله. قبل الختام أعزائي المستمعين، إعادة بموجز الأخبار. عدم توافق القوى السياسية وتخلي القوى الداعمة عنه وعراقيل العسكر وراء بدء حمدوك التفكير في الاستقالة من رئاسة مجلس الوزراء. البرهان يقول المرحلة الحرية في السودان تتطلب المراجعة لتقييم الأداء، والجيش سيبقى صمام الأمان لأمن ووحدة السودان. الحرية والتغيير تطالب بالتواصل مع كل قوى الثورة لبناء جبهة شعبية ورؤية سياسية مشتركة وقيادة تنسيقية موحدة لهزيمة الإنقلاب. مسلحون ينهبون عدد من العربات محملة بالبضائع والركاب على طريق الجنينة كرينيك بولاية غرب دارفور. 23 حالة وفاة و130 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية الموجة الرابعة بولاية سنار. المجموعات النسوية السياسية والمدنية منسم تدين الانتهاكات والعنف الجنسي الذي طال بعض الثائرات أثناء موكب 19 ديسمبر، وتطالب بتحقيق فوري نزيه وشفاف. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن 268 حالة إصابة بولايتي الخرطوم وكسلة خلال مليونية الأحد 19 ديسمبر. شعبة المخابز تقول أزمة الخبز بسبب انعدام الدقيق المدعوم ونقص إمداد الغاز والحل الجذري في تحرير سعر الدقيق. الطيران المدني يرفع الحظر عن الركاب القادمين من 7 دول للسودان ويضع قائمة للاشتراطات الصحية. طقس قائم ببور سودان وتوقعات بتعرض نيالة ورشاد والجنينة للأتربة، فيما تبقى درجات الحرارة الصغرى على حالها خلال 24 ساعة المقبلة. انتهى الموجز، عودة للزميل أمين رمضان. بهذا أعزائي المستمعين نصل لنهاية هذا اللقاء من جولتنا الإخبارية السودان اليوم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء. تحلم
حماك قول أحبك قول أحبك لو ترسل لي سلامك